صديق طفوله وخونا عزيز على كل شيء تيدخل، ما كاينش شي دار اللي ما دخلهاش في هذه البلاد. هذاك السيد هو تيخدم عنده ديبلومي وكذا، عنده اربعه د الوليدات، وهو هذا الشيء اللي سمعنا راه هذا الشيء تيضر في الخاطر اصاحبي. الدري السيد اللي قتلو تسمعنا عليه ما عندوش لاسيرونس، ما عندوش الاوراق ديالو، ومشى شدو يومين ما كاملاش 48 ساعه خرج، وهاد المراه بقات لا والي لا ما كاينش اللي يعيلها، والام ديالو راه كما سمعتوا المراه مريضه والحاله حاله الله. وهادشي راه بزاف والله هادي ما خلق، وتنتمنى من الله من هاد المسؤولين اللي كيساهموا في هاد الكوارث هادي يتقوا الله في راسو. هادشي اللي كنتمنى، وحنا راه بلادنا وعزيزه علينا وكيضرنا خاطرنا نهضروا في بلادنا بهاد الطريقه هادي حشومه، وحنا في واحد البلاد متقدمه وبلاد مزيانه وبلاد البلاد الخير، ما خصها حتى شي حاجه في الارض السعيده، خصها غير شويه النظام. ونتمناو الله الخير، حنا راه تنموتوا على هذه البلاد تنغيروا عليها. واني ملي كتلقى بحال هكا خوتك تضيعوا من حداك وليدات صغار وكذا، وتجي في التالي كتلقاه تهضم في حقه في مستقبل ولادو في حياته، راه كاين هذا الشيء راه شويه ما تيتقبلوش العقليه. والله هذه ما خلق، هذا الشيء اللي غنطلبوا. هذا السيده راه ما عندهاش اللي يشوف من حالات الساعه هذه، راه عندها اربعه د الوليدات، الام ديالو كما سمعتوا راه تنعرفهم، انا راه صديق الطفوله ديالي لعبت انا وياه عندنا 6 سنين 7 سنين، وحنا من ديك الوقت لدابا انا براسي راه عندي اللاج ديالو، نفس اللاج ديال داك السيد كما هو مشى، راه حتى انا يوقع لي، حتى انا عندي وليدات وهادي، واني راه ما نبغيش ولادي يبقاو مشردين وما يكسب ما يعلم، والباه كان ديبلومي تيصور تيخدم تي هادي، وفي التالي غيخد تخلي واحد العائله راه هكاك حشومه. لازم اوراق ويريقلهم هادي ماشي مشكل، كون كان مريقل الوراق مرحبا، السيد ما مريقل تا ورقه وغادي يقاتل الناس وتيخدم بنهار السوق وبالعلالي، هادشي ولا مباح. حشومه هادشي اللي تقولوا، هادشي والله هادي ما خلق. تقوا الله في نفوسكم، تقوا الله في نفوسكم، تقوا الله في نفوسكم. انا كنت خدام هنا سمعت السيد مرطى ريبورتر ضربو قتلو في البلاصه، وقال لك اخويا راه ما عندوش لاسورونس، معنا حنا درتي شنو تيقولوا ما عندوش لاسورونس، وتلقاه دوز يومين تلقاه، تقبض الجمعه السبت لحد الاثنين تطلق. هذا هو اللي كاين اخويا، الله يرحمه مسكين، الله يوسع عليه مسكين، وراجل مزيان، كل اللحومه كتبغيها اكوري كامل تقريبا تيبغيها. سيتي سقت الثلاجه تيسقت مصبانات، وهذا الشيء اللي وقع اخويا ان الله لا اله الا راجعون. هو صاوب لي الثلاجه نهار الاربعاء ماكينه الصابون، والخميس مشى مسكين يخدم توفى. توفى مسكين، حتى جاو لعندنا الناس كيقولوا لنا خرجوا راه جاركم راه مات. ما لقينا ما لحقنا حتى لقيناهم داو جدرميه، والاخر مشى هرب ولا عاد شدوه داروه في الجيب داو. والولد اللي كان معاه حتى هو اللي كان طاح ركب مع مول الموطور راه تهرس من رجله ولا من يده، الله اعلم اللي قالوا مهرس. جوج الناس، واحد مات واحد قالوا لنا مهرس او من يده او من رجله، الله اعلم ماشي الناس ما نكذبوش. ايوا كنطلبوا من سعادة الحكومة ومن سيدنا، الله ينصر سيدنا وينصر الحكومة ديالنا، دير كيف يليق مع هاد ماي الموطورات كيضربوا عباد الله، كيخدموا بلا قانون. الله ينصر سيدنا، هادشي اللي بغيت نقول لكم.